امتازت مصر منذ القدم بصناعة الطرابيش بمختلف أنواعها، والتي يحرص المصريون على ارتدائها في مختلف المناسبات الاجتماعية والدينية. ويسعى صانعو الطرابيش للمحافظة على هذه المهنة من الاندثار من خلال تعليمها للأجيال القادمة. مراسلنا في القاهرة زار أحد أقدم صانعي الطرابيش في مصر ووفانا بالتقرير التالي. في منطقة الأزهر في القاهرة القديمة هناك مهن باقية بهويتها، ومن بينها الطربوش الذي كان يرتديه الأفندية والموظفون في دواوين الحكومة، ودوما علماء وطلاب الأزهر وقراء القرآن الكريم على مر العصور. ذهبنا إلى أقدم صانعي الطربوش في مصر والذي يسمى صانع الوجاهة، عم ناصر. كلمة صانع الوجاهة دي مش جاية من فراغ، لا دي جاية بمشقة جامدة. أنا واخدها من صبي، أنا عندي 62 سنة واقف على المكنة ديت 50 سنة، كنت بخدم على ستة صناعية من الفطحلة اللي لبسوا بشوات مصر عظماء مصر. في محل صغير مساحة قيما بما يقدمه قصة صناعة الطربوش. أنا خلاص أنا بصيت على وش الزبون وبدأت أن نشتغل على الوش بتاعه. دي الخصوص اللي انا بعملها ديت، بعد ما ظبطتها وقفلتها خلاص ببدا ان انا اكسيها من جوه، ببدا ان انا ابخرها ومدخلها في قلب المكنس، خدت الشكل المتطلب. ايوه هتخش بعد كده اهوت على الخامه، تخش على الابره وبعد كده يطلع الشكل ده كده اهوت. يرتاد هذا المحل للحصول على الطربوش وعمامته قراء القرآن الكريم وعلماء وطلاب الأزهر كبارا وصغارا من مصر وغيرها. ما شاء الله شيخ أحمد. عم ناصر ربنا يبارك له ويديله الصحة، يعني عم ناصر يعني عارفينه احنا وبنجيله على طول، يعني الحمد لله. بنقعد حوالي يعني 40 دقيقة، نص ساعة ساعة في الحدود دي، وبناخد الطربوش وبس. عرفته من أصدقائي أندونيسيين، يعني هو مشهور بيننا. هو العمة اللي أنا لابسها دي دون شغل عم ناصر برضه، اللي هو بتاع الملكية. وللطربوش أنواع مختلفة حسب من يرتديه من العلماء وقراء القرآن الكريم من مصر والدول العربية. طربوش القارئ ده بيلبسه واحد بس، ده مقرئ. لكن طربوش الإمام بيلبسه شيخ الأزهر، وزير الأوقاف، رجل منبر، شيخ معهد. المقرئ ده شخص واحد بس، بنعمل له احنا مثلا طربوش فاتح بزر لبني بحاجات فريحة زي ما انت شايف كده، ده المقرئ فقط لا غير. نيجي مثلا لطربوش الملكية اللي هو ده بتاع الملك فاروق، بياخدوه الدول العربية. توارث صانع الطرابيش والعمة هذه الحرفة أبا عن جد، ويعلمها لأولاده أيضا حتى تستمر مدى الحياة. أنا بقالي 12 سنة شغال في الصناعة، يعني برضو مهما كان أنا عمري ما هاجف والدي حاجة، بس أنا بفتخر بكلام والدي وبفتخر أن والدي دخلني الصناعة دي. يؤكد عم ناصر أن مهنة صناعة الطرابيش ستظل باقية طالما ظل الأزهر مفتوحا. الأزهر فاتح ولا قافل؟ الله، طب ما الأزهر فاتح، طب أنا هقفل ليه؟ طب أهل الدين ذنبهم إيه؟ أقدم محل صناعة الطرابيش في منطقة الأزهر يكتظ بصور من ارتاد الطربوش والعمامة منه، بل وكتبت عنه الصحف العربية والمصرية والأجنبية. حضرتك لو دخلت على الشاشة هتلاقيها معظمها إذاعة وتلفزيون، هتلاقي الخشت النعماني، هتلاقي بص مش عايز أنسى حد، كل دول موجودين عندي، ما بيعرفوش يلبسوا اللي من عندي. الحمد لله رب العالمين. تمر السنوات تلو السنوات، ويظل الطربوش علامة مميزة لأبناء مصر وعلمائها وقراء القرآن الكريم، ويتوارث فنه وعمله أجيال وراء أجيال. شكري عبد الحميد، لتلفزيون مملكة البحرين، القاهرة.